السلام عليكم، كيف عاملين؟ تنتمنى كاملين تكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم مرة أخرى في القناة، وشكرا لكم، شكرا على الدعم ديالكم، وشكرا على البرتاج ديالكم، شكرا لكم واحد واحد، ومبروك عيدكم باش ما تمنيتوا إن شاء الله بالصحة وطول العمر لكم لعائلتكم لحبابكم كاملين. اليوم إن شاء الله جيت بغيت نتكلم على واحد الموضوع ديال الطريقة ديال استعمال ديال موانع الحمل بالنسبة للنساء المرضعات. جاني بزاف ديال الأسئلة على هذا الموضوع، وبعض الأخوات راسلوني في الواتساب وقالوا لي ما تعرفوش يستعملوها، ولا خاطئين، ولا ما فاهمينش مزيان، ولا الناس ما يعني شارحين لهم، ولكن هما ما فاهمينش الطريقة الصحيحة ولا نسوها. يعني بزاف ديال التساؤلات منهم، بزاف ديال الأسئلة نسيتها، ما عارفاش امتاش ناخدها، رديت واش ناخدها ولا ما ناخدهاش، خديتها مع الوقت ونسيت الوقت مثلا بساعة ساعتين. يعني بزاف بزاف ديال الأسئلة. انا اليوم نحاول نبسط لكم، غنحاول نشرح لكم امتاش يمكن لكم تاخدوها، ونحاول نقول لكم السلبيات والايجابيات وشنو الفرق بينها وما بين موانع الحمل العاديه. انا ديجا تكلمت لكم على موانع الحمل العاديه، وخليت لكم غنخلي لكم فيديو ديال موانع الحمل العاديه في الصندوق ديال الوصف، وعمرني ما تكلمت لكم عن موانع الحمل الخاصه بالمرضعات. ديجا غير وريتهم لكم، ولكن ما تكلمتش لكم اليوم. اليوم غنحاول نبسط لكم، وغنحاول نبسط هضرتي باش كلشي يفهمني. انا ديما في فيديوهات ديالي تنحاول نبسط باش كلشي يفهمني. اليوم ان شاء الله غنحاول كذلك نبسط باش كاملين تفهموني. اول حاجه، موانع الحمل العاديه وموانع الحمل الخاصه بالنسبه للنساء المرضعات تختلفوا في التركيبه ديالها. موانع الحمل العاديه تيكون فيها جوج ديال المركبات، جوج ديال الهرمونات، والموانع الحمل الخاصه بالنساء المرضعات تيكون فيها مركب واحد. هذاك المركب اللي زايد بالنسبه لموانع الحمل العاديه ما خصش المراه المرضعه تاخذه، لانه تسبب ليها بعض المشاكل في الجسم ديالها، يقدر يحيد لها الحليب، يقدر يدير بعض الاضرار بالنسبه للطفل المرضع. يعني اول حاجه خصنا نعرفوها من نمشيو ناخذوا مثلا واحد البيلول، واخا حنا ما خصناش ناخذوها من بدايتنا لراسنا. يعني اول حاجه قبل ما نمشي، انا تنتكلم لكم على الموانع، ولكن ديما فاش تنبغيو ناخذوا واحد الكينه واحد البيلول ما تنجيوش نمشيو ناخذوها، ضروري خاص الطبيب ديالنا هو اللي يعطيها لينا، ضروري خاص يشوف واش عندنا شي امراض ولا ما عندناش شي امراض. يعني ضروري واحد الفحص تنديروه عاد تناخذوا هذيك الكينه. وبالنسبه للنساء المرضعات راه ديما فاش تتولد تعطيها الطبيب ديالها واحد الكينه، ضروري تعطيها الكينه ديال الرضاعه. كي غترضع كي ما غترضعش، راه في لي زوردونونس دابا ولاو تتكتب هذيك الكينه ديال الرضاعه تتكتب. يعني ضروري ما نمشوش حنا وناخذوها، وما نمشوش حنا ونغيروها، ضروري الطبيب هو اللي تعطينا الكينه ديالنا اللي غتجي لينا معانا. يعني انا تنحاول نقول لكم. دابا نرجع للموضوع، كيف قلت لكم، اول حاجه من تنشوف الكينه ديالنا بالنسبه للرضاعه تيكون فيها هرمون واحد، يعني تتكونش مركبه، تيكون فيها هرمون واحد، وتتكون فيها 28 حبه. الكينات العاديين تتكون فيهم 21 حبه، لاننا تنتوقفوا هذيك 7 ايام باش نعاودوا ناخذوا البواطه الثانيه. كينه الحمل للنساء المرضعات فيها 28 حبه، كيف قلت لكم فيها 28 حبه. انا غنحاول نوريكم مثلا هذه مارسيلون، هذه فيها 21 حبه، هذه خاصه بالنساء الغير مرضعات يعني فيها 21 حبه. اما هذه مثلا سيغازات، هذه راها مركبه من هرمون واحد كيف ما تتشوفوا، ها هو هنا لتحت مركبه من هرمون واحد وفيها 21 حبه، 28 حبه، 28 حبه هي مكتوبه لتحت، اللي فيهم 28 حبه خاصين بالرضاعه، حيت ما تنوقفوهمش. يعني تناخذوا البواطه ديالنا، اول حاجه تيكون الطبيب قايل لينا واش غناخذوها في الاسبوع الثالث ولا في الاسبوع الرابع، ولا في لوغدونونس من تتولد المراه تيكون كاتب ليها للطبيب يا 45 يوم يا 21 يوم يا 3 اسابيع. يعني الطبيب تيكون محدد لك امتاش تاخذيها، تتكون محدد لك. اغلبيه تياخذوها حاليا على 21 يوم بعد ما تولد، يعني النهار اللي ولدت فيه تتحسب 21 يوم وتتاخذها، ولكن هذا الشيء تيبقى على
الطبيب شنو كاتب لك وشنو قايل لك. ولا مثلا النساء تمشيو للسبيطار ديال الحومه وهما الطبيب او الاطباء اللي كاينين تما تيعاودوا يفحصوها هكا وتيعطوها واحد 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 البيلول اللي غادا تاخذها. يعني تناخذوها نهار 21 من بعد ما تنولدوا. انا قلت لكم 21 وما الطبيب اللي تيقول لكم امتاش تنبداو الحبه الاولى في الباكي اللي غادي ناخذه من تتسالي لنا 28 يوم ما تنوقفوا حتى شي نهار، ماشي بحال العاديه تنوقفوا 7 ايام ونهار الثامن تناخذوها ولا تنوقفوا 7 ايام ونهار السابع تناخذوها. لا هذه ما تتوقفش، يعني تتسالي لنا البواطه تناخذوا بواطه، تتسالي لنا البواطه تناخذوا بواطه. او حاجه واحده اخرى، من اهم حاجه اننا خديناها خاصنا ناخذوها في نفس التوقيت، نديرو تليفوننا ولا شي حاجه ناخذوها في نفس التوقيت. خديناها مثلا مع 10 خاصنا 10 ناخذوها، خديناها مع 12 خاصنا 12 ناخذوها. يعني نفس التوقيت اللي خديناها فيه خاصنا ناخذوها فيه 24 ساعه. نسيناها مثلا واحد 3 سوايع ولا 4 سوايع غنرجعوا ناخذوها. ولكن غنديروا واحد الاحتياط، المراه دير الاحتياط ولا الزوج ديالها يدير الاحتياط واحد السيمانه ديال الاحتياط بعازل طبي ولا هكا. المهم انه يكون عندك واحد الاحتياط، يعني البيلول بالنسبه للمرضعات راه ما معاهش الله كيف تنقولوا. يعني خديتيها تتاخذي البواطه فيها 28 يوم، تتسالي لك تتعاودي الغد ليه تشري بواطه واحده اخرى وتبدايها في نفس التوقيت. خديتيها في واحد الساعه تتبقى هذيك الساعه المحدده. خديتي لابيلول ديالك مثلا اليوم مع 12 ديال النهار، الغد ليه تفضلي. نكملوا هضرتنا، جات عندي واحد السيده كيف قلت لكم مثلا خديتوها اليوم مع 12 الغد ليه مثلا 12 خصكم تاخذوها، تعطلتوا نسيتوا مثلا دازت 3 سوايع ولا 4 سوايع ونسيتوا، غتاخذوا حبه، يعني حبه في داك النهار، يعني ماشي تاخذوا جوج، غتاخذوا حبه ونديروا الاحتياطات ديالنا. خدينا مثلا نقول لكم خديتوا مثلا الكينه و رضيتو ولا رجعتو من بعد قبل من 3 سوايع، مثلا خديتيها مع 12 رجعتي مثلا مع ديك 3 ولا هكا، خصك تعاودي تشربي وحده اخرى. خديتي لا بيلول ودازت مثلا 12 ساعه عاد رضيتي ولا عاد هذا ماشي مشكل، هذيك الساعه ما تتعوديش تشربيها. ولكن لا خديتي البيلول ديالك ودازت جوج سوايع 3 سوايع ورجعتي المفعول ديالها ما تيبقاش، يعني خصك تعاودي تاخدي حبه واحده اخرى. ولا دازت 12 ساعه ماشي مشكل، هذيك الساعه تتكون المفعول ديالها في الجسم ديالك كيف تنقولوا كاين، يعني ما تحتاجيش انك تاخدي حاجه واحده حبه واحده اخرى. غنعاود نقول لكم ونبسط لكم، اول حاجه نشريو البيلول، نشريو الكينه فيها 28 حبه تناخذوها 28 حبه تتسالي، تنعاودو نشرب بواطه واحده اخرى نفس التوقيت اللي خدينا فيه تنعاودو ناخذوها فيه الغد ليه 24 ساعه. نسيناها بواحد 3 سوايع ولا 4 سوايع حتى 6 سوايع تناخذو الحبه ديالنا اللي نسينا وتنديرو الاحتياطات ديالنا القليله الاحتياطات لمده ديال اسبوع. خدينا البيلول الكينا شربناها ومن بعد 3 سوايع ولا 4 سوايع جاتنا لا دياغي ولا رجعنا تنعاودو نشربو الكينه ديالنا حيت المفعول ديالها ما تيبقاش. خدينا الكينه ديالنا ومن بعد 12 ساعه ولا 13 ساعه عاد وقعت لا دياغي اللي مجهده ورجعنا، هذيك الساعه ماشي مشكل ما يمكنش لكم تاخدوها لان درجه خديتو الحبه ودازت 12 ساعه والمفعول ديالها قضاها في الجسم ديالكم. وكاين غتقولوا لي بعض الاثار شنو يمكن دير لينا. شوفوا اول حاجه النساء مختلفين، هرمونات ديالهم مختلفين، اي وحده يمكن ليها يكون عندها تاثير مغاير على الشخص الاخر. وكاين النساء اللي ما تدير لهم حتى شي حاجه، كاينه اللي تتاخذ كينه ديال الرضاعه، كاينه اللي تتغلظها، كاينه اللي تدير لها الحريق في الراس ديالها. راه الغلظه البنات ديال الموانع الحمل راه من الاثار الجانبيه، يعني راه ماشي شي حاجه اللي تقولوا مزيانه، راه من الاثار الجانبيه ديالها انها غلظاتك
وكاين النساء، بعض النساء اللي تياخذوا منع الحمل ديال النساء المرضعات وتيضرهم في راسهم، كاين اللي تيديرها لها الكلف في الوجه ديالها في الاسبوع الاول، كاين اللي تنوض لها الحبوب في وجهها. يعني هذا الشيء راه كاين اللي تتاخذه ما تيدير لها والو، كاين اللي تتاخذه تيدير لها هكا، يعني مراه ما بحال مراه كيف تنقولوا، يعني كل واحد وشنو تيدير ليه، وكاين اللي ما تيدير ليه حتى شي حاجه. وما نقولوش راه هادي خداتو وجمعها راه غيجي معانا، لا راه تقدر هي جمعها ولكن انت راه ما يجيش معاك. وحاجه واحده اخرى اللي نقدر ان اخرى بغيت نقول لكم، راه كاينين بعض النساء اللي ممنوع عليهم انهم ياخذوا حبوب منع الحمل، كاينين النساء اللي تيكون عندهم مشكل ديال تكيس المبيض، كاين النساء اللي تيكون عندهم مشكل ديال السرطان في الرحم، كاين النساء اللي تيكون عندهم سرطان ديال الثدي، كاين النساء اللي تيكونوا عائلاتهم عندهم سرطان ديال الرحم والثدي، ما خصهمش ياخذوا الا باستشاره ديال الطبيب. يعني راه كاينين النساء اللي ما خصهمش ياخذوا، وتتختلف الفعاليه ديال الحبوب منع الحمل من امراه لامراه، يعني ضروري راه كاين ايجابيات وكاين سلبيات، يعني ضروري خصنا نعرفوا هذا الشيء. نتمنى نقدر نكون فدتكم وخرجتوا بمعلومات اللي تفيدكم، وما تبخلوش عليا بالبارطاج ديالكم وباللي لايك ديالكم وبالاشتراك ديالكم في القناه، ولا عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي بارطاجيوه مع العائله ديالكم باش هكذا يستافدوا اكثر. غنعاود انا غنقول لكم خلاصه ديال الفيديو ديال اليوم، حبوب منع الحمل بالنسبه للنساء المرضعات تتخاد ما تتحبش، يعني نهار على خوه تتنسالي بواطه ونعاودو نشريو بواطه وحده اخرى، ناخذوها في نفس التوقيت، التوقيت اللي خديناها فيه ناخذوها فيه، نديرو واحد غايقولوا لي بعض الاخوات تتعاودي الهضره، انا لا راه كاينين شي نساء اللي تتشرح ليهم ولكن خصك تعاود تبسط ليهم باش يفهموا. انا عاودت قلت لكم يعني فيها 28 حبه وحده ورا وحده، تتسالي البواطه وتعاود تشري البواطه وحده اخرى وتاخذوها في نفس التوقيت، ولا خديتوها من بعد 3 سوايع 4 سوايع رضيتوا ولا جاتكم لا دياري عاودوا شربوها. نتمنى نكون فدتكم، والى فيديو قادم باذن الله، وشكرا لكم وعيدكم مبارك سعيد مره اخرى.